السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تبقوا في صحة وسعادة وهنا يا رب بإذن الله لكم جميعا. بصوا، احنا النهاردة هنعمل الجلاش، هنسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم. وأول حاجة ادي معانا الجلاش، مفهوش أي حاجة، بس احنا الجلاش بنجيبه وبنحط فوطة زي كده عشان ايه ما ينشفش. بصوا انا كنت مطلعاه من شوية، بصوا هو كان في الفريزر عندي. بصي ما بتعمليش اي حاجه، انت بس بتسيبيه لحد ما ايه تيجي تعملي بقيه الحاجه. ماشي، تجيبي بقى البلانشه بتاعتك، اقول لك على طريقه حلوه قوي هتعجبك. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي ده كده خلاص، مش مشكله، احنا مش عايزينه. تعملي ايه بقى؟ سمي بسم الله وتقطعيه كده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بس بتقطعيه بالمنظر ده كده. بصي هبقى اوريهولك ازاي. بصي كده، على فكره لو مش عايز تعمليه كله مش شرط، مش لازم، هي الكميه حلوه يعني كبيره. ماشي، وده بتشيليه كده برضو. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ايه ده؟ فول سوداني، فستق، وجوز الهند. حلو، في حاجه معلومه بقى هقولها لك، ده مفيش بندق فيه ولا حاجه. فستق ده مش فستق، ده فول سوداني ليه طريقه كده احنا بنعملها، فبيديله الشكل اللون ده وبيبقى زيه زي الفستق. في يوم ان شاء الله هعمله لكم باذن الله، وجاي رمضان. كل سنه وانتم طيبين، يا رب يجوا عليكم بخير وبسعاده ويفرحكم باولادكم يا رب. يبقى ده فول سوداني وجوزة الهند بس، ما فيش اي حاجه تاني. احنا بنعمل ايه؟ وبنجيب صح السمنه، معلش السمنه، بنجيب السمنه بتاعتنا طبعا اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، ما فيش اي حاجه. وادي الفرشه، بس بناخد، بصي ما شاء الله، ناخد ايه ورقتين اتنين بس. ماشي، ناخد ورقتين، بصي بالراحه كده. نعمل ايه بقى؟ ندهن اول ورقه كده، بصي اهو، مفيش اي حاجه، بصي الشكل ده. وبتدهني برضو الورقة التانية، مش لازم تمليها سمنة يعني، بصي كده. بعد كده بتجيبي نص معلقة من الحشو اللي انت حطاه، الحشو ده يبقى فيه سكر بودر، سكر قصدي عادي. بعد كده بتجيبي ده كده، بصي اللهم صل على رسول الله، بصي بعدين بتحطيها كده، بصي كده، ده كده مثلثات اهي، بصي اهي اهي اهي، بصي كده مفيش اي حاجه، بصي منتهى الجمال. بصي بقى مثلث ازاي وحلو، وبترصيه في الصينيه. حلو، تجيبي واحده كمان، تجيبي كده، مهم حتى لو هو يعني ايه مقطع ولا حاجه مفيش مشكله، هو بيشتغل. بصي تشيلي ده كده، وبعدين بتدهني سمنه كده، ماشي، وبتحطي الجلاش اللي انت عملتيه ده كده، وبتحطي دي كده، بس بتاخدي الناحيه بقى اللي هي ايه اللي هي مش سليمه دي كده. حطي نص معلقه مكسره بالشكل ده، بعدين بتقومي عاملاها كده، بعدين كده، بصي اهو لحد ما توصليها ان هي تبقى ايه في الاخر مثلث اهو. بصي اهو اهو زي الفل، مفهوش اي حاجه. ترصيه في الصينيه، بصي اهو، جيبي واحده تانيه من هنا
مش مشكله. هو مشكلته ان هو كان ايه في الفريزه، وكان ليه مده كده كنت ايه مش بعمله. بصي هو كله بينفع يعني، مفيش مشكله. بس بتحطيه كده وبتحطي عليه ورقه كمان، وبتدينيها سمنه زي الفل. بعد كده حطي بقى شويه مكسرات، تعملي مثلث، وممكن تعمليه صوابع على فكره، مش شرط. كمان بيبقى في الصوابع جميل وهايل جدا اهو، بتعمل احلى صابع. بصي منتهى الجمال. كنت اخليهم على بعض وتاخدي اتنين اتنين، مش شرط. بصي اهو ترفعيها كده، تحطي دي برضو كده، تحطي كده. مش اي حاجة. وبتحطي نص معلقة مكسرة، اي حاجة اللي عندك. ما عندكش مكسرات عادي، حطي على كده، هو بيبقى جميل. بصي اهو بيبقى مثلثات في منتهى الجمال، بتبقى واحدة رايحة وواحدة جاية كده. واحدة رايحة وواحدة جاية، بصي منتهى الجمال اهو. تعمل مثلث حلو جدا، بصي اهو زي الفل. وبترصيه في الصينية زي الفل برضو كده، وبتعملي برضو ايه غيره اهو. جيبهم كده، دول اتنين في بعض، مفردهم من بعض كده اهو. بصي اهو بخليها على جنب، بعمل الايه اللي انا عملتها دي كده. دي السمنة كتير يعني، يا دوب كده. بعد كده بتحطي التانية اهي. بعد كده اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام يا ربي. وبتحطي نص معلقة مكسرات كده، بتعملي بقى ايه مثلث. مثلث لحد ما تخلصي المثلث بتاعك اهي. مش لازم تعملي اهو، جه مربع معانا حلو. وعلى فكره بيبقى حلو يعني، هو جميل في ايه ان هو بيبقى حاجه صغيره، العيل بياكلها بسرعه على طول. فيها حبه مكسرات حلوين صغيرين، وبتتعمل وما شاء الله بياكلها زي الفل. انا هرصه وهعمله كله، هدهنه عشان هياخد وقت معايا. بعد كده ارصه في الصينيه واوريه لكم، وندخله الفرن ونحط الشربات وتاكلوا بالهنا والشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.